أهلا وسهلا بهالوجوه الطيبة، أهلا وسهلا بهالوجوه الطيبة، يا هالدنيا مالهن لا تخيبي. يا أزمي روحي ما بدنا ياكي ترجعي، يلي لا شعر راس الرضيع مشيبي. الله شهيد انت خيتي بهالوطن، وخيي انت ودماغ تجري بهالبدن. أزمي عشناها وبكتنا ياما هالمحن، بس النصر جاي وراح عيشي طيبي. أنا ما رح أقول رمضان، إن شاء الله رمضان الجاي بتكونوا بخير إن شاء الله. بعد دقيقة، على فكرة هاي صوت العصافير مو من برا، هذا عصفوري ما يرد. هذا العصفور مع إنه حيوان وبيطير لآخر الدنيا، طعميته يومين بس ما رضي يتركني ويخون اللي طعماه ويخون اللي ما يربيه هلا، مع انه حيوان. هذا احسن من السوري بس على الهوية اللي خان، مو بس خان سوريا، خان دينه وخان عرضه، اللي جاب الغريب على وطنه. خليه يتعلم، بس ما راح يتعلم، ما راح يتعلم نهائيا. ما راح اقول رمضان الجاي تكون بألف خير إن شاء الله. بعد دقيقة يجي مين يقول إنه الأزمة انتهت؟ يا هل ترى رح نصدقه؟ رمضان كريم، وادعوا للجيش العربي السوري، نحن بنستاهل الدعوة، وأنتم شعب دعواتكم مقبولة، خاصة بشهر رمضان. اذكروني دائما شاعر الوطن والشهادة سمير علي يونس. تحياتي لكم.